ومن الصفحة الرياضية لصحيفة أخبار الخليج نقرأ أن اللاعب الأسترالي كريس أوكونيل المصنف 71 عالميا بين لاعبي التنس المحترفين أبدى حماسه للمشاركة في بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى أن بطولات الشرق الأوسط هي من أفضل البطولات لأنها تتميز بدقة التنظيم، مؤكدا أن هذه البطولة وفرت كافة أنواع التسهيلات للأستراليين.